اليوم تشرفت بالأستاذ علي البسمك كرم حسين منصور المنشاوي كرم حسين منصور المنشاوي. إيش يقرب لك المقري؟ عم الوالد اللي هو إيش اسمه؟ قامي؟ محمد صديق المنشاوي. صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. توفى عام 69 ميلاد 1969 69 ميلادي، يعني انت صغير وقتها. وكنت صغير. نعم. يعني نعم. وقتها ابو 5-6 سنوات. ها نعم بديك الحدود. نعم. تعرفه تذكر شكله؟ تذكر شكله؟ طبعا. عم الوالد. عم ابوك. نعم عم ابوك، يعني منزلة جدك. نعم بالضبط، منزلة جدك. في احد منكم؟ في طبعا اخوه اصلا الشيخ محمود موجود حي المنشاوي، موجود حي اخرى. وكان ابوهم الله يرحمه برضه كان بيقرا. بس الشورى كانت لي. وفي برضه كثير من العيله بيقرا قران بس مش منتشرين زي رحمه الله عليه الشيخ. وكان صوته لا كان حاجه ثانيه طبعا. واتمنى ان ابني ان شاء الله. انت كم لك في السعوديه؟ لا السعوديه كثير. 1991 من من ايام حرب الخليج. 30 سنة. اكتوبر 1900. وخريج جيش انت مالك؟ خريج كلية هندسة في شبرا. شبرا. هندسة ايش؟ الكترونكس اند كوميونيكيشن. ايه قلت لي المانيا وما المانيا. وفي المانيا بي اتش دي ماستر كنترول سيستم وبي اتش دي بايوميديكال. بس الماجستير بس ما اخذ ماستر وبي اتش دي. وبي اتش دي دكتوراه. نفسه في المانيا. في المانيا. بعدين يوم جيتينا لا يعني انا جيت السعوديه 1990 ما كانش معي لسه الماستر. ايه؟ سافرت 94 خدت الماستر. ايه؟ وبعد كده 2001 2002 خدت الدكتوراه. وشغال هنا في مصر. شغال هنا حاليا في شركه هيل انترناشونال. ايش تخصص الشركه؟ لا الشركه دي يعني قبلها انا كنت مقاول وشركه مقاولات وبعديها شركه استشاري. وبعد الاستشاري حاليا بروجكت مانجمنت اداره مشروعات. مشروع بي ام او. يعني ايش مشاريعكم؟ اي مشروعات شركه هيل انترناشونال واخده بتاخد المشروعات اللي هيوج الضخمه. وحاليا في الوقت الحالي يمكن ما فيش مشروعات كثيره في المملكه او هيوج، ولكن شغالين مع وزاره الاسكان، مشروعات وزاره الاسكان بناء و... نعم. اول يعني من الانجازات اللي اشتغلتوها كده لها قريبه. لا في مشروعات ضخمه، في مشروعات ضخمه زي في الرياض مشروع مرسيه، وهنا كذلك في مشروع جوهره الرصيف ومشروع فنان، وفي الطايف عندكم مشروعين في مشروع مدينه الورود. انتوا اللي احنا لازلتوا انتوا اللي البروجكت. نعم انا كنت الاسبوع اللي فات هناك. والله الاسبوع اللي فات كنت في الطايف عندكم. لو تروح الطايف وقابلك اجي. في مشروع اسمه مشروع مدينه الورود. وفي مشروع تاني مشروع مدينه الفتح او مشروع الفتح. مشروع الفتح ده في الحاويه، ومدينه الورود ده في قريب من طريق لا مش عارف انت قريب من الانتر كونتيننتال او المطار. مسره مدينه ضخمه بصراحه. اكثر من بدو لا جربنا نسلم كمان اكثر من 3000 فيلا. خلاص 3000 فيلا جربنا نسلموها. انتوا المسؤولين عنها بالكامل. احنا مسؤولين عنها، احنا ممثلين الوزاره في هذا المشروع. هذا المشروع ممثلين الوزاره اداره مشروع. اداره المشروع. نعم بالضبط. وفي مشروع ثاني اظن او مشروعين ثاني جايين قريب في الطائف عندنا كمان. دره تقريبا مشروع دره الطائف او حاجه زي كده. فين موقعه؟ لا لسه ما شفتوش. وطبعا هنا في مشروعات ضخمه هنا في مطار في الشمال في طريق المطار هنا فينان وجوهره ريزيدنس فينان وجوهره ريزيدنس وبوفارديا. في مشروعات ضخمه. طولت في الطائف الفترات هذه اللي تروحها؟ لا انا بروح الطائف زياره يوم يومين وارجع. يومين وارجع على طول. ما كنت تروح مكتبي هنا في جده. ما كنت تروح من اول كثير؟ لا بروح انا اول مره رحت. يعني قصدك جو تمشي يعني؟ لا جو تمشي كنت باخذ الولاد في سيارتي واطلع. طيب. ممتازه احسن جو في المملكه. طيب.
احسن جو. احسن جو في المملكه. في المملكه احسن جو يعتبر في المملكه. وقعدت برضو كان في من ضمن الاجواء اللي بتنافس اجواء الطايف الابا. ابا بس الطايف خارج منافسه، عارف ليه؟ لانه قرب مكه. بالظبط. هذه لوحدها زي جده صعبه المنافسه. نعم. قرب مكه. احسنت احسنت. نعم. صعبه والمنطقه اكبر واوسع. نعم. وزادنا شرف بالتعرف على البشمهندس رويد. الله يهديه. وان شاء الله نلتقي على خير. على خير باذن الله. ان شاء الله الله يبارك فيك. بالله ولله وفي الله. وفي الله. الله يكرمك. الله يجزاك خير. تسلم حبيبي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك